هذا عبارة عن نقطة لا تمثل شيء، فراغ. ولكن عندما نقوم برسم خط مستقيم كهذا، فهنالك طول خطي يسمح لهذه النقطة بالتنقل من أعلى إلى أسفل بهذا الشكل. ولكن عندما نقوم برسم طول وعرض بهذا الشكل، خط وبهذا الشكل كالطول والعرض، فهذا يمثل البعد الثاني. وهذا البعد عادة هو البعد الذي نشاهده في الكاركترز، الرسومات الموجودة على القصص المصورة، وكذلك ممكن نشاهده في الألعاب القديمة. وواحدة من تلك الألعاب المشهورة هي لعبة ماريو. وبالتالي الكائنات إن وجدت في هذا البعد فإنها تمتلك حدود أقل من الكائنات الموجودة في البعد الأعلى. أما البعد الأعلى فهو يمثل الطول الخطي أو الطول والعرض، وكذلك يمثل الارتفاع. وهذه الكائنات هي الكائنات التي تعيش في البعد الثالث. وهذه الكائنات هي جميع الكائنات الموجودة على هذا الكوكب، والإنسان هو واحد من هذه الكائنات التي تعيش على هذا البعد. وهنالك كذلك بعد آخر، وهو البعد الرابع وبعد الزمن الذي عرفه ألبرت أينشتاين في نظريته المشهورة النسبية، هو بعد الزمن. وبعد الزمن الذي لو استطعنا الوصول إلى سرعة الضوء التي تمثل 300,000 كيلومتر في الثانية الواحدة، فإننا نستطيع أن نصل إلى البعد الرابع الذي يسمح لنا بالتلاعب بالزمن أو توقيف الزمن أو مشاهدة الزمن عبارة عن شريط أمامنا يمكننا التنقل بين الماضي والمستقبل. وبالتالي فالكائنات التي تعيش على البعد الرابع هي أكثر تطورا وقدرة على الحركة من الإنسان والكائنات التي تعيش على البعد الثالث. ولكن نحن نمر بالزمن ولا نستطيع أن نؤثر في الزمن أو لا نستطيع التنقل عبر الزمن. ثم بعد ذلك يأتي البعد الخامس، وهو بعد أعلى من البعد الرابع. وهذا البعد الكائنات الموجودة فيه قد تكون هي عبارة عن ملائكة أو كائنات تنويرية إلى آخره. هذه الكائنات لها القدرة على مشاهدة الزمن، والزمن هو عبارة عن مكان بالنسبة لها. وبالتالي فإن الزمن تستطيع أن تشاهد أحداث الزمن بالكامل، وتستطيع أن تشاهد أيضا الأكوان بشكل أوضح. ثم بعد ذلك يأتي البعد السادس والبعد السابع إلى البعد الثاني عشر أو البعد السادس عشر. وهذا البعد هو البعد الذي لا يمكن لأي كائن إدراكه، ويكفي أن نقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فهذا البعد هو البعد الذي يتمكن فيه الله عز وجل، وهو القادر على كل شيء، أن يتحكم بكل ما في الكون. وبالتالي فإن الكائنات تعيش في أبعاد مختلفة، فكلما ارتفعنا في بعد أعلى كلما امتلك الكائن أو المخلوقات الموجودة في هذا البعد حرية أعلى وحركة أكثر من البعد الأقل. وبالتالي فإن الكائنات التي تعيش في بعد أقل لا يمكنها أن تصل إلى البعد الأعلى منها. وعلى العكس من ذلك، يمكن الكائنات التي تعيش في البعد الأعلى التنازل عن بعد معين والانتقال لبعد أقل من ذلك. وهنا ندرك أهمية أنه الإنسان يظل بإمكانيات محدودة، ويظل الإنسان يبحث عن الوصول إلى مستوى أعلى أو التلاعب بالزمن أو التحرك عبر الزمن أو مشاهدة الماضي والتنقل إلى المستقبل أو الانتقال عبر الأبعاد المختلفة. وهذا صعب وصعب جدا بالنسبة لكائنات ثلاثية الأبعاد. وإذا رجعنا بالنسبة لأفلام الخيال العلمي، لعلنا نتذكر هنا واحد من أشهر أفلام الخيال العلمي الذي أنتج في عام 2014، وهو انترستيلر. وهذا الفيلم هو أعتبره من الأفلام المعقدة، والذي يشرح مفهوم نظرية ألبرت أينشتاين، والذي يشرح مفهوم الزمن، والذي يحكي قصة بعض الباحثين الذين يقوموا بالتجرد من البعد الثالث إلى البعد الرابع، وبالتالي البحث على كوكب آخر يمكن للبشر الانتقال عبره بعد أن أصبح كوكب الأرض مهدد بالانفجار والدمار بشكل كامل. ونلاحظ في الفيلم أنهم استطاعوا أن ينتقلوا إلى كوكب يسمى مولار، والكوكب هو قريب من الثقب الأسود، وبالتالي استطاعوا أن يتجاوزوا البعد الرابع والبعد الخامس الذي سمح لهم بالتحكم بالزمن، وكذلك أيضا مشاهدة الشريط الزمني في كوكب الأرض. وهذا الفيلم هو يعطي مفهوم أعمق على
الأبعاد الموجودة في هذا الكون. وبالتالي فإن مفهوم الأبعاد مفهوم معقد جدا، وإضافة إلى ذلك فإنه الكائنات التي تستطيع أن تعيش في مستوى أعلى من مستوى البعد الذي نعيش فيه، على سبيل المثال البعد الرابع والبعد الخامس، قد يكون لها القدرة على التعرف على حيثيات معينة في الزمن أو الأبعاد الزمنية، وبالتالي يمكنها أيضا البحث أو معرفة بعض النقاط الزمنية في سجلاتنا، ولكن يصعب عليها تغيير أي شيء بالنسبة للزمن، لأن الزمن عبارة عن نقطة ثابتة، ولا يمكن أن يتغير أي مفهوم في الزمن إلا بمشيئة من خلق الزمن ومن خلق كل هذه الأكوان. وبالتالي فإن الذين يظهرون في قنوات اليوتيوب أو الذين يظهرون في وسائل التواصل الاجتماعي أو القنوات بشكل عام ويدعون فهمهم بالمستقبل والتنبؤ بأحداث المستقبل، فهو مجرد ضربة حظ أو مجرد تخريف أو مجرد أخذ مجموعة من الفرضيات التي قد تصدق أو قد تخيب، ولكن في الحقيقة لا يوجد هنالك من يتنبأ بالغيب أو بالمستقبل بشكل دقيق، لأننا كما تكلمنا لكل كائن يعيش في بعد القدرة على النظر إلى البعد الأقل منه، ولكن هنالك نقاط أو هنالك حدود معينة لا يمكن للكائنات التلاعب فيها أو تغيير أي شيء فيها، وبالتالي الذي يستطيع أن يغير هذا المفاهيم هو الله عز وجل. هذا بالنسبة للأشخاص المؤمنين بوجود الله عز وجل، بوجود إله في هذا الكون. أما بالنسبة للأشخاص الغير مؤمنين بوجود إله في هذا الكون، فهذا شأن يخصهم، وأنا لن أتحدث في هذا المجال. شكرا لكم.